ختاماً، سمعنا في دروس السيرة النبوية الشريفة قصص الإيثار العظيمة لآل بيت الرسول وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. هذا ترك ماء الشرب لغيره رغم عطشه المميت، وذاك مقيم قدم نصف ماله لمهاجر، لكنهم كانوا رجالاً ونساءً كبارا. أما قصة الإيثار المعاصرة التالية فهي لطفلين يشكوان البرد والجوع في غزة، يشتهيان كل شيء بدءا بالخبز والمعكرونة، لكنهما يقولان لأحد المحسنين إليهما: كفاك يا سيدي، فأولادك أولى منا. إلى اللقاء. إيش هذا اللي سقعان أنت؟ والله سقعان. 200 سقعان. والله برد. وين في خيمتيش أنتم؟ في مدرسة الرابعة. مدرسة الرابعة. إيش نفسكم؟ والله في كل شيء. كل شيء؟ كل شيء. الله يعطيكم صحة. أنت تضحك قبل؟ طب أنت نفسك في الأندومي صح؟ طب هيد. وأنت إيش نفسك؟ في الأندومي. خلاص هيك نفسكم تمام؟ لا إحنا مش ما خلصناش. وأنت نفسك فاد. وانت في هذا كمان؟ كمان؟ كمان وانت هاد وانت هاد كمان؟ لا يسلم ايديك خلاص؟ مش طماعين مش طماعين؟ لكن انا بقول لكم ابشروا خيرا، هذا تشتروا فيه نفسك فيه ولادك ابدا يا راجل. لا ولادي مش ابدا، انتوا اولى من الاولاد على فكره، اقول لك ليش؟ لانه انتوا ولادي بحياة الله.